السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة في الجروب وكل السودانيين، يعني أنا أفتكر الكلام القاعد يقول فيه الأخ الطاف. طبعا الأخ الطاف شخصية مهمة وروح الجروب، يعني شخص نشيط يستفز الناس عشان يمرقوا أحسن ما عندهم، متابع مراقب، عنده مصادر موثوقة، مجتهد عشان ينقل الحقيقة. على كل حال أنا أفتكر كلامه قاعد يقول فيه الناس انتبهوا لي. أنا ممثل حركة عدل ومساواة السودانية اسمي بشارة سليمان نور. أنا ما أعتقد إنه أن إحنا كحركات عملنا ميثاق واحد مع الثوار في السودان إنه أن إحنا مع السلمية، وما نعمل أي حاجة عنده علاقة بحرب في مشروع الثورة الماشية ده، الحركة الثورية ربما عندها. ويمكن معظم الحركات أو كل الحركات اللي شايلة سلاح ده موقفهم، كلام قالوا مني، كلام قالوا عبد الواحد، كلام قالوا عبد العزيز حلو، يمكن مالك عقار، باقي المجموعات الصغيرة صغيرة برضو قالوا نفس الكلام عليه. أنا ما أتوقع هجوم عسكري يجي من الحركات، لأنه الحركات عملت مواقف واضحة وأعلنت أنهم مع الثوار مع السلمية، والسلمية اللي الآن شغالين بها الثوار والشباب في السودان أعتقد حينتهي بالنظام المتهالك هذا. لكن هذا لا يمنع من انه الناس ينتبهوا لكلام الاخ الطاف، لانه في طبعا قوى اقليميه طامحه في السودان، صراع محتدم جدا حول من يقود السودان. المحاور الاقليميه دي معروفه، يمكن هسه اليوسوبيين الاريتريين يكونوا جزء من هذه المحاور، بهمهم استقرار السودان من استقرارهم، ولا شك هم بيفكروا في مصالحهم الاستراتيجيه وامنهم القومي، هذا مساله بالنسبه لهم امر واضح. فبرضه القوى الدوليه بهمهم اهميه السودان، بيجاور له كم دوله، اضطرابات في ليبيا، حسب شايف في اضطرابات في افريقيا الوسطى، في جنوب السودان برضو تشاد، برضو شايف في مشاكل، بعض المشاكل انه قوات الفرنسيه تدخلت وضربت قوه جايه من قادم من لوبا من ليبيا. كل هذه المسائل طبعا بهمنا نحن كسودان نستغر. في كلام يقال كثير انه المحور المصري للامارات السعودي بفتشوا في عسكري من الجيش السوداني، من داخل الجيش السوداني شخصية عسكرية قوية يستلم السلطة ويدعموه إلى عشان يدوس الآخرين، يعني أو عشان يسكت الآخرين ويحكم بنظام ديكتاتوري قابض. لكن في السودان ده ما بيحصل، لأنه الجيش السوداني فيه يعني مؤدلج، أسوأ جيش مؤدلج، وجيش برضو مش قومي بمعناه الصحيح، لكن دي فاكتو انه في جيش وفي السودان وكده. لكن it's too difficult انك تعمل جيش تلقى قيادة بتاع جيش قوي يقدر يعمل كنترول على البلد، لان البلد اصلا ما فيها كنترول. مثلا في قوات بتاع دعم السريع 40,000 ولا 50,000 جندي بقودهم ناس مغامرين أشبهميين، زول أمي، هذا زول شبه أمي، وهو متضخم بالمال، طبعا المال اللي جابوه من خليجه ومن حرب اليمن، عنده مال وناس أهله، يعني جيش قبلي أو إسني أو بتاع، حتى خشم بيت ما حتى إسني. يعني الناس إذا انتبهوا لكلام عطاف يمكن يقصد الميليشيات الموجودة في السودان، ميليشيات الظل بتاع علي عثمان ده، ميليشيات حقيقية. نحن لأنه نعرف النظام ده كويس، عشان كده عندهم ميليشيات مدربة،
سواء كانوا في الدفاع الشعبي أو كانوا في الجيش، نزل المعاش، أجهزة أمن المرافق، جهاز الأمن غيره. المهم في قوة عسكرية مسلحة إن علي عثمان وإن إن إن عند النظام، يعني عشان نكون أكثر وضوحا، هذول مجموعات ميليشيات بتاع حميتهم، مجموعة كبيرة، ميليشيا كبيرة. يعني يمكن أخونا عطاف يقصد الهجوم ممكن يجي من هنا، من ميليشيات حميتي. شايف انه يومين ديل سكت، هل هو مع الرئيس ضد الرئيس؟ يقال انه هو مع الرئيس ضد المجموعه الثانيه، هذه حقيقه ما نقدر، ما في زول، لانه ما في حاجه مدسوسه في 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 السودان، معلومات مدسوسه ما في الان، يعني داخل الدوائر الفيري كلوز للرئيس ولناس صلاح ولناس علي عثمان والنافع، وصلوا لقناة انه استمر بشير، هذا موضوع بشير يستمر في السلطة انتهى، وهم حتى حيلقوا، من التوقعات انه حيلقوا 2020 هذا يشوفوا لبشير مخرج. لكن يبدو انه بعد ما وصلوا للقناة انه بشير ده انتهى سياسيا، انتهى ما خلاص، وحاجة منتهية خالص، ما عنده اي فائدة، عايزين لهم مخرج. المخرج كيف؟ We don't know. هم طبعا كنظام، مش مخارج، المخرج اللي بيطلبوا له الناس العقال من السودانيين، لا لا لا، هم الان في صراع احتدم بيناتهم، جزء ناس علي عثمان وحوض الجاز وسامع عبد الله مش عارف صلاح قوش، مجموعات مختلفه. كيف يرسوا بشير؟ عندهم اشكال. هاو عندهم اشكال. وانا اقول لكم من هسه 2020 ده ما في اصلا انتخابات، 2020 ده ما في، انتهى، هم ذات وصلوا للقناة انتهى. دن الكلام اللي بيقولوا فيه عطاف ما بعيد، انه في قوة يمكن يهاجم على السلطة، يمكن الجيش ذاته ما بعيد يتقسم، واحدين مع البشير واحدين ضد البشير، لكن اخطرهم القوة اللي عند حميدتي. صحيح اجتهدوا انه يكونوا الدعم السريع من الجهات، الدعم السريع من اسنياد او مجموعات او مناطق مختلفه، لكن ما زال الكنترول حميدتي هو واسره الدول، هم عندهم النايده قريب كم و40 واحد من اسرته هم كنترولينج للهاي. بعدين ميليشيات ما منضبطه، انت الميليشيا اللي مثلا اذا عندك 100 ولا 200 عربية ولا 1000 سيارة قاعدة في دارفور مثلا، إذا حصل خلل، أي خلل أمني ولا فوضى في السودان، الناس دي هو كنترول ذيس بيبل، يعني ما في زول بعمل لهم كنترول، والمسألة دي حقيقية. في هذه الحالة الحركات اضطروا يجوا هم ذاتهم من أي جهة، من أي حتة كانوا، من جنوب، من ليبيا، من أي حتة بيجوا، معناها صراع، معناها حرب أهلية حيحتدم، أو حميدتي ذاته يقرر يقول أنا نستلم السلطة. ما في ناس من أهله، مسار هذا عبد الله مسار هذا ما قال كلام، ما حرض، قال أنت ذاتك فرقك مع الآخرين شنو استلم السلطة. صحيح استطاعوا ناس الأمن وهرشوا، بعد ذاك هو ركب موجة بتاع مع البشير وشايف بمشي مؤتمرات ومن الهتيفة بقى، لكن الاحتمال وارد في أنه حميدتي ذاته اتفق مع الناس عشان يستلم السلطة، ما بعيد. وصلاح ده، صلاح القائد ده حاول يسوي انقلاب صلاح ده انقلاب حقيقي، مش انقلاب ود ابراهيم، هو دعم ود ابراهيم باللفة عشان يستخدم ود ابراهيم عشان هو يسوي انقلاب الكبير. والمعلومات ده بشير يعرفه، كل الناس عارفين، ما فيش معلومة مدسوسة في الصلاح عشان صلاح يشطر على الناس ولا ناس الامن يشطر على الناس، عندهم معلومات حقيقية عن تحركات صلاح، اتصالاته الخارجية الداخلية، منو يدعم منو ما يدعم. واحدة من مشاكل موسى هلال مع البشير برضو، يقال انه موسى هلال كان في دبي، هو من الناس اللي اتفقوا مع انه يدعم صلاح يعني، وبعدين ما صلاح ما يحاول يشطر انه هو ما سوى انقلاب وكذا، يمكن ما انقلاب ابراهيم ما فيه، لكن هو كان عنده انقلاب، وكلام ده انا بقوله والتاريخ يشهد قريب ده
تلقوا الناس الصلاة اتصل بيهم عشان يكونوا جزء من يعني بيقولوا الحقائق اجتماعات ولقاءات شنو يعني ما في حاجة مدسوسة. اتصل بالجنوبيين، اتصل بناس جهات كثيرة، وسط الجنوبيين انه الحركات دي بعدين يدعموني، كلام من هذا القبيل. حكاية الصلاح ما سوى انقلاب ده ما علينا، عشان كده هو ما اتعظ يعني دخلوا السجن اهانوه زلزلوه، لكن الان بهين الناس، الان بهين المحامي المشهور نبيل وكان بيدافع عنه، مش لانه صلاح سوى انقلاب، مش دفاعا عنه، يعني حق الدفاع العادل ده، عشان كده مش دافع عنه. وبرضه كان دافع عنه في قضيه نايف انقلاب بتاع ود ابراهيم، او محاوله بتاع ود ابراهيم. صلاح دعم ود ابراهيم بشويه فلوس، وعرف انه ود ابراهيم ده شغال يسوي انقلاب ضد البشير، ودعمه بشويه فلوس، والمبالغ على الدوزات مذكور، الناس بعرفه، ما ينكروا. تنكر ولا شنو؟ تنكر في شنو يا صلاح؟ ما اتعص. وإطلال الصلاح مرتين أو ثلاثة مرات كانت مخيبة للآمال، واحدة من الأسباب الرئيسية في استمرار الثورة استفزازات وكلامه الفارغ اللي قاعد يقوله. أول إطلالة له اتهم ناس دارفور، قال ناس عبد الواحد سووا انقلاب، ناس اتدربوا في إسرائيل وجوا من إسرائيل وجابوا من إسرائيل لعطبرة ومش عارف دي عشان ما يسووا الفوضى، طلع كذب. وكان رد قوي من الثوار، من الشباب في السودان ومن كل السودانيين، انه الحكايه دي ما عنده علاقه بينا، يعني يا عنصر يا مغرور، السودان كله دارفور او دارفور كله السودان كله دارفور. الكلام ده كان موجه لصلاح ولبشير، ما هي كانت باي المشروع، هو فشل انه يبيع حكايه دارفور بتاع رد عنيف. وإطلالة الثانية هو مهندس بيتكلم عن ما أعرف خرطوش مرقوه من جوا الشنطة وواحدة ست، يا أخي عيب الكلام ده، ممكن يقولوا العامة، يقولوا الناس اللي معانا في الجروب الجداد الإلكتروني المعانا اللي نص أنصاب متعلمين وكده، لكن يقولوا صلاح مدير الجهاز، كلام ما معقول أصلاً، كلام ما أقول. يعني هو بلا شك واحدة من الأسباب الرئيسية في إنه الناس يتمسكوا بحقه، حرية عدالة ديمقراطية، حرية سلام عدالة ديمقراطية. السلام ده بقصده يوقف الحروب، لأن واحدة من الأسباب الرئيسية في تدهور الاقتصاد السوداني والحالة الوسنانة الحروب. يعني الحرب الآن حتى بدون الاستنفارات بدون بكلفك يومين 3-4 مليون، يعني أنت في الشهر تدفع 100 مليون للاستنفارات بس للحروب والرواتب، وخلي السلاح وخلي العربات والآليات والمعدات. يعني نحن حسبنا لقينا إنه الحرب بس من حرب دارفور بس، خلي حرب الجنوب التطاول قاعد قريب نصف قرن، ده حرب دارفور والجبال الأخيرات كلف البلد أكثر من 100 مليار الحساب بس. كويس يا أخي أنتوا، يعني إذا 100 مليار إذا تم توظيفه توظيف صحيح كان ارتقى بالبلد، يعني بالسودان. إذن حكاية يعني مداخلات صلاح ولا مساهمات في علاج المسألة كانت كارثة. اما بشير طبعا الناس عارفينه زول بهضرب، زول يعني لا ما عرف بانه هو رجل صادق اصلا، هو كذاب، ولا زول بيقرا ولا زول بيكتب، بس عنده هوس بتاع السلطه، شهوه غير عاديه بتاع السلطه، وجود بهضرب عليه. يعني بشير ده فينيش، لكن انا اللي استغرب انه ما زالوا في الدينايل سيتويشن ولا الدينايل بوزيشن، انه ينكروا كل شيء، ما في اي حاجه عاديه، وجبنا شويه خبز شويه رغيف شويه ناس، ما حصل حاله ثوريه، وانه الناس اتفقوا ضد نظام ولا افراد في النظام ولا اشخاص بيقودوا البلد زي هذا الحركه الثوري ابدا.
والحكاية دي انتهى بالنسبة لنا، انتهى خلاص، ما في حاجة اسمه إنغاز، نظام إنغاز انتهى. كيف الناس يصلوا لحلول بدون إقصاء، بدون تجريم، بدون تجريم، يعني أنت تجرم الزول بفعله فعل وتجيب أدلة وتحاكم محاكمة، هذا كل السودانيين حيشتركوا في الجنة. وطبعا حكاية اليساريين البعثيين مش عارفة العلمانيين في السودان هم قاصدين وحيصفوهم، فهي زول ارتكب جريمة سرق كده يحاسب، دون ذلك ما في زول بيسأل زول. من حقه أي زول يكون حزبه يسوي الدار يسويه، يدعو لأي فكرة هو داير، بس لا يتعارض مع القانون ولا تقصي الآخر. مبدأ أنك أنت حر وأنا حر في أفكاري في قناعاتي، نمشي لقدام، وده ببني بلدنا. أي كلام تاني عن عن عن, عن إقصاء ومش عارف البعثيين هيستأصلوا الإسلاميين والشيوعيين، كل كلام ما فيه منطق. أنا أفتكر أصوات عاقلة قاعدين ينبهوا النظام من فترة طويلة إنه يا سادة الحكاية إنغاز انتهى، إنغاز انتهى، أنتوا تعالوا مع بعض السودانيين اجلسوا وكونوا مواطنين عاديين، ما تتميزوا لا تمكين لا وهم بتاع إنه أنا أحسن ولا أنا إسلامي أحسن وآرائي صح وآراء الغير غلط. ما في في قيم إنسانية الناس بتتفقوا، في قيم إسلامية 90% من السودانيين مقتنعين به، وحكاية المتاجرة بالإسلام ده انتهى زمان انتهى. وفي السودان ده مشكلة شنو هسه في السودان؟ في مشكلة شنو؟ الزواج، الطلاق، المواريث كلها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، 90% من الشريعة الإسلامية ده في السودان. حتى الشيوعيين اللي انت تقولهم ده ذاته زواجهم طلاقهم مواريثهم كله بطريقة شرعية جدا مش طريقة إسلامية، وقلة ممكن واحد على ألف من السودانيين ملحدين أو لا يؤمنون بوجود إله، لكن ما يقبلوا الوصايا والأوهام. أنت مجرم وحرامي وسراق وما عندك دين وما عندك أخلاق، تتكلم عن الدين زول زي ده يصدقك كيف؟ يصدقك كيف؟ ورئيسهم ده يكذب ليل نهار، يكذب كما يتنفس. أنا أصدقه ويعتبره خليفة بتاع المسلمين، شنو ده؟ إمام المسلمين. وإذا قلت هو دين الإسلامي ومقصود، ما أنا قاصد الدين الإسلامي، أنتوا بلا شوهت الدين الإسلامي وكرهتوا الناس الإسلام ده. وحتى بالمناسبة قلة من الشباب عندهم مواقف مضطرمة من الإسلاميين بسبب طرحكم وأفكاركم وآراءكم الشاذة اللي ما عنده أصلا علاقة بالدين. أنتوا تكرسوا المفاهيم الغريبة عن الدين عشان المال والسلطة لا أكثر ولا أقل. Which is very يعني واضح جدا، ما في أي لبس ولا غموض. يا أخي القرآن الكريم، القرآن الكريم ده يدي الإبليس نفسه يحاجج ربه، رب العالمين الخلق. أنت تمنع الناس يقول أهرام نص القرآن ده، تجي تقرأ القرآن تعمل تدبر حقيقي للقرآن، كل حجج ومنطق الإبليس الماصح موجودة في القرآن وثبت وأداه حق. أنت تجي تمنعه من الناس؟ قال أنا ما بسجد. إذن منطق بتاع الدين وخم الناس انتهى. والناس حتى الشباب والله في السهرين بقيمهم الإنسانية والله بيفهموا الدين أكثر منكم، لأنه بيؤمنوا بقيم إنسانية. والأصل في الدين العدالة، إذا أنت عادل طبقت قيم الدين، كان سواء بحثي ولا سواء شيعي ولا سواء حزب أمة ولا أنصاري. وأنا البومن بأنه الإسلام ده قيم، أنت عندك قيم عادل ما تكذب ما تغش، أنا خلاص تزولي أنا، كان سواء شيعي ولا بحثي ولا جن ما بيهمنا. بعدك كيف العبادات الشخصية والمشاعر التعبدية، بيسموه المشاعر التعبدية ده في السودان، انت حر تبني مسجد تمت اي حاجة تسوي، زاوية تسوي خلوة يو ار فري، مين بسأل زول؟ بل الناس بيبادروا في بناء المساجد وما. ايوة، واما ان تفهمني دين بفهمك انت، فهم انساني عادي تقول ده دين، واذا انا قلت لك لا ده ما دين تقول لي لا انت كافر او بعثي او
كلام فارغ صحيح، ما في زول بيشتغل بنا. المراجعات اللي الناس سووها، كثير من الاسلاميين دول ما سووا مراجعات حقيقيه، زي اخونا الكود مبارك. الكود ده رجل شجاع، امين مع نفسه مع ضميره، بيقول يا جماعه سوينا ده غلط. الاجتهاد ده اجتهاد بتاع بشر في انه تسوي انقلاب. بعد الانقلاب الممارسه فضح، فضح الناس، فضحنا كلنا، كلنا. انا ذات من المطبلات، انا ذات ما كنت جزء من الانقاذ. I don't deny، ما انكر تاريخي ابدا، وعندي قناعاتي، وانا عندي فهم للاسلام، وعملت مراجعات حقيقيه. انا مسلم وبراود اني مسلم، وبراود حتى بفهم بعض الناس اسلامي بافق انساني، وانا شخصيا مشارده، يعني مارست سياسه، تمردت، قعدت في السودان، بقيت تاجر. اي شغل انا سويته ده محاسب امام رب العالمين، وامام ضميره، وامام البشر. هذا هو قناعتي. إذن حكاية الكلام اللي بقوله نايدا انتبهوا له، لأنه بالدنايل، الدنايل الآن بيسووا ناس، يعني النكران بتاع إنه ما في حاجة، رغيف مش عارف إيه، خبز وكده، والحكومة أو النظام ما دارين يتحركوا من الموقف، موقف الإنكار الآن. والله كل السوداني حيدفعوا الثمن، كل السوداني حيدفعوا الثمن غالي. وأنا اليوم سمعت كلام الشفيع، كان كلام فيه منتهى العقل، منتهى العقل. إنه يا سادة، كل ما تنكرتم، كل ما حاولتم تفتكر إنه الحكاية انتهت، ده وهم. ما في ما حصل إجماع عند السوداني مثل الإجماع اللي تم الآن ضد النظام. زين، كحركات نحن ضد إننا ندخل عنف في الحركة الثوري الحالي، ما نسوي أبدا، ومواقفنا واضحة ونعلنها بكرة وبعد بكرة لبعد. ونهايات الحركة الثوري معروف إنه النظام ده ينتهي، لكن دي إيه اللي ده بتا أحسن ناس يسووا بدري يا سادة، أفهموا إنه خلاص الحكاية وصلت، وصل القمة. يعني حسي فرحانين إنه خلاص في 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 في, في في جمود، في ناس كتار، ما عاد الحراك زي زمان، وما في ناس بتحركوا. وانا ذات ما لقيت اجماع زي ده ابدا والله في السودان. الاكتوبر ما حضرته، لكن ما بعد اكتوبر، يعني ما بعد جزء كبير من مايو، نحن كبار ونفهم. يعني انا في مايو دخلت الجامعه، ما انا زول اللي بدخل الجامعه في مايو، دخل الجامعه. في ناس الصادق المهدي خلصنا من الجامعه، بعد جاء الإنغاز أبو الكوارث، ذات هو كارث أبو الكوارث الإنغاز. إذن الناس عارفين ما جرى في السودان، سواء كان أكتوبر تاريخ قريناه 85، ده ناس كبار حضرناه. لكن الحراك الآن ده والإجماع حصل للسودانيين، وانتبهوا لقضايا مهمة. واحدة من القضايا الأساسية الثنائيات دي، واحدة منهم الثنائية الإسلامي والعلماني. هذه يمكن ده خفة شديد، لأنه في حوارات ونقاشات في الجروبات، والسوشيال ميديا ساعد جدا في الثنائية الإثنية، يعني غرب وشمال، كلام من هذا القبيل، جنوب غرب شرق. المسألة دي واحدة من المسائل المعقدة جدا وعايز علاج. لكن أنا أفتكر في الحراك الثوري ده ناس كتار جدا ما كانوا شغالين بمشكلة دارفور، انتبهوا لي. والرد الجميل من الثوار في الشارع، سواء كان في بور السودان ولا عدبرة ولا من فاشل ولا نيالة، ولا رد أي موقف عنصري كريه من المتخلف اسمه بشير ده، كان رده واضح، برضو رد واضح لصلاح. برضو نفتكر واحدة من الحاجات اللي جمع السودانيين الحركة الأخير ده وفترة ما بقى الآن، يوم اليوم يوم 5 أو يوم 6 شهر، وأنا ماشيين للشهرين، يعني أسبوعين يتم الشهرين. إذن واحدة من أفتكر من بركات الحراك بتاع 19 ديسمبر، إنه وحد السودانيين في قضاياهم المختلفة ومشاكلهم،
وانا متاكد من انهم دي اوريدي انه يحلوا هذه المشاكل في اطار الحوار المفتوح، دولة المواطنة. نفتكر انه ممكن يحلوا المشاكل، وانا افتكر كسودانيين اقرب وقت لبعض الان، عشان كده نحن عندنا فرصة في اننا نجمع اطرافنا ونحل مشاكلنا وازماتنا قبل ما الحكاية تتفاقم، وقبل ما الناس يمشوا مرحلة بتاعت بنبه له أخونا الطاف. أشكركم، أنا يعني الحديث كان مطول لكن بالضرورة لازم نقول هذا الكلام يعني. شكرا.